راموس اخوي. انا ما اعرف ايش اقول ولا من وين ابدا. انا فنيت عمري كله علشانك انت، علشان اربيك بعد وفاة الوالد الله يرحمه، عشان تدخل مدرسة وتكمل تعليمك، واني اشوفك في معهد من المعاهد اللي منتشرة في بلادنا، تتخرج تشوف لك مهنة زينة وتشتغل تكد على نفسك فيها وتريحني. انا تعبت كثير، وتعب كل هذه السنين راح كذا على الفاضي في شربة ماي. تخدعني يا راموس وتشتغل من وراي بدون علمي ولا موافقتي. بس يا زهران اسكت، خليني اخلص كلامي اول. انا ما اعرف ايش اللي سويته، ايش من خطر ارتكبته علشان تعاملوني بالطريقه هذه. انت تشتغل من وراي، انا ما عندي خبر وما عندي علم، وهذه بعد ما انقصرت نور. ذيك اليوم كاسره ضلعي وباقي تقتلني. اهلا اهلا، المسألة وصلت إلى عندي أنا عقب زين. تو أنت مسوي عمرك المسكين المظلوم، الناس كلها خطأ، أنت بس بو صح. نسيت بو مسوينا في المستشفى؟ بس أنا يا رايا اسكت ولا كلمة، خليني أخلص كلامي. أنا بو تعب عمري وشاقية عمري، أسهر بيولك، مرضك بيولك، بتعبك بيولك، بفرحك بيولك، كل هذا عشان من؟ ما عشانك أنت؟ ورقال أبوي ما منكم أمان. هي نعم، بس دقيقة واحدة تحصلوا فرصة الله أكبر منكم، مرة تنسي عمركم. وأنا المشاكينة وشاقية عمري يا سايرة ويا قاعدة المستشفى إلى وطيتي انقصت، وأنت مرة مسوي عمرك روميو كولجيت. يا ويد روحي تتوادين. خليفة ادعي لي بالتوفيق أخوي. الله لا يوفقك. ليش عاد؟ يا أمين أقول لك البنت مخطوبة. لا ومخطوبة الواحد أنت تعرفها. يا أخي إيش تبغى فيها؟ يا ولد الحلال شوف غيرها. أقول لك ما مخطوبة بعد، بس كلام. وبعدين أنا ما سوي شيء غلط. البنية ما صغيرة تختار اللي تبغاه. أول مرة أكتشف فيك الأنانية وبهذا الشكل. أنا ما أناني. لا أنا أناني. إذا سألنا فيها زبيدة أنا أناني ونص بعد. يعني أنت رايح عندهم الحين؟ أنا قصدي أزور زهران وأطمن عليه. صدقني هذا كل قصدي يعني. لا لا هو مصدق أكيد، ريال ولد أصول وتعرف الأصول. هو أنا رايح عنه. إيه صدعتون إيه، خلونا نسمع زين. شوف مراد، أنا تعبت والظاهر إنك أنت ما ناوي خير. أقول لك 2700 آخر شيء، ما يقدرون ينزلوا أكثر من كذا، بعدين بيخسروا فيها. هم صارفين عليها كثير. إيش صارفين يا فادي يا أخوي، إيش صارفين؟ أهلها مكلفينهم أكثر من هذا المبلغ بس علاج بومباي. عفا عليك عفا عليك يا فادي يا اخوي، نحن اخوان وربع، حاول بعدك معهم يمكن يقدروا ينزلوا المبلغ. صحيح انا مسوي في الميزانيه بند للزواج، لكن ما فكرت ان المبلغ بيوصل هالكثر. ارجوك شوف لي طريقه. الشيمة هلا هلا في اخوك، هلا هلا في مراد، وانت الخير والبركه. زين انت ليش ما اشوف لها من النثريات وتكمل العجز؟ من وين يا فادي الله يهديك، ترى النثريات الله يسلمك متفرقه ما بين الهدايا والعزايم. أنا فهمتك، لا تجلس تتعبني، ترى أنا عندي 5 زيجات غيرها، وأنت الوحيد اللي هالتني، تراني تعبت من الكلام وياك. السلام عليكم. الله يوفقك، الله يوفقك لعمل الخير يا فادي يا أخوي، الله يوفقك. بس هلا هلا في أخوك مراد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما في شيء يا بنتي، بس فادي عاد متعود يوم يتكلم لازم يرفع صوته. تعالي جلسي انت جلسي. انا يا بنتي باغنش السالفه. نعم الوالد مو هنا. يا بنتي انا كبرت، وانت بصراحه يعني ما قصرتي وجزاك الله خير،
قمت بواجبك وخدمتيني. بس انا اقول يعني باكر ان شاء الله اذا الله راد وتزوجتي ورحتي بيت زوجك بالسلامه، يعني اقول يعني انا ابوش هذا الشيبه يعني من يكون عندي. يعني انت ما فكرتي في هالموضوع شويه؟ كلام سابق وقته. كيف سابق وقته؟ وبها بصراحه انا شاكه في زواجي من رامس. ايش هذا الكلام اللي اسمعه مني؟ شو اسبيل هو رامس؟ ما مستقر، لعاب، مره يشتغل ومره يفنش. يا بنتي يا بنتي الله يهديش، الرجال يدور مصلحته. زين انت تعرف هو مو يشتغلته؟ اي نعم، الرجال يشتغل كهربائي، قصدي يعني اقول انه يشتغل ميكانيكي. لا هو يشتغل سائق تاكسي. الله، هذا شغله زينه يا بنتي. هو انا اقول لك رامز ما مستقر، لعاب، وانت تقول هذه شغله زينه الله يهديك. زين ما يهمش، انا تو بسير بسير عندهم هناك، بكلم اخو زهران وبكلمه هو وبطلع بالنا سالفة هلع. أقول زبيدة صالون ولا بيكاب؟ يا هذا انت كركبنا عجبتنا ما نسمع شيء. خليني يا رامز خلينا نشوف. والله هاتيني بحياتي ما عاد تبيني نعمك. هات نكته عندك انت؟ ما عندي شيء من النكت الحين. هات واحده، هات خلينا نتسلى شويه. واحد؟ اي باقي عندك. اصبر شوي اصبر، عجبتني حمقتك. قول دوس خلاص بسرعه. واحد مو؟ واحد باقي يعلم ولده الركض ربطه في السياره خلاص. اقول رامز مو نغدش ما يخصني ما يخصني شيء. اقول لك احرقها بس. زين خليك احرقها ابوي، هلبتينا عذبتينا، هاي حرمتك عذبتني. رامز ها انت اخر مره اكلت شاورما وكباب متى؟ انا لا شاورما ولا كباب احبهم، ما احب شيء. لا تحبهم؟ ما احبهم يا اخي. والحين بنصير ناكل. يلا زين بلبس كمتي. البس بسرعه، ما حد يجلس في هالبيت. لا ماني قسمه. لا بعيد. نعم زين زين. باغي اعرف ايش هذه المسخره اللي انت جالس تسويها. مسخره عمي مراد الله يهديك. انت اكيد غلطان شويه اليوم، مالك الله يهديك الا تمسخرت ولا شيء. غلطان؟ اي غلطان. تقول لي غلطان وانا في مقام ابوك يا رامز؟ انت غلطتني بعدك. تفضل تفضل الحاج مراد، تفضل 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 تفضل. لا اله الا الله، ما شيء. لو ما حشمت ابوك الله يرحمه كان بيكون معك كلام ثاني. يا مرحبا الحاج مراد. اهلا عمي، اهلا وسهلا، تفضل صريح. خير الحاج مراد، ايش صاير؟ عسى ما شر. اسمع رامز، هالايام اشتغل تاكسي كذا عمي على الخفيف يعني. على الخفيف؟ هي مره ميكانيكي، مره كهربائي، واليوم دريول تاكسي. بصراحه انت وليد لعب، وانا ما ابغى ازوج بنتي على واحد مثلك. لا عمي، عمي مراد بترجع في كلامك؟ افا عليك انت الحين كلمتك واحده، اذا رجعت في كلامك صاري بنت حر. نعم اني بنت حر. عجب، مو هذا اللعب اللي انت جالس تلعبه؟ لا عمي هذه ما لعبه، هذا ظروف يعني ازمه وعدت بس. اسمع الحاج مراد، وهذا رامز قدامك. قدامك؟ انا بعطيه فرصه لنهايه العطله الصيفيه، والله اذا اشتغل كان بها، ما اشتغل بدخل المعهد سيده. مثل ما يقولوا لا جدال في الموضوع. ها ايش قلت؟ خبرني. بس انا موافق اخوي، موافق. نعم اسمع يا رامز. نعم. أنا أبغاك تصطلب وتستوي رجال وتقبض لك شغل واحد، ما تجلس كل يوم تغير شغل، ولا تراني برجع بكلامي وأنت تعرف أنا إيش أقصد. لا شيما عمي مراد، شيما كانت شيما ترجع بكلامك؟ لا أنا من اليوم أسمع كلامك، بس أرجوك لا ترجع بكلامك. إن
نشوف. هنشوف ان شاء الله باذن الله. يلا مالك استريح حق مراد قهوه استريح. يا قهوه عمي. لا عندي شغل. ما يسوى والله. احسنتم. اتصير؟ زين مالك احسنت؟ قول زهراء. زهراء. اه. يلا بنسير ناكل كباب شيخ. يلا خذها بسرعه. ان شاء الله ان شاء الله الحاج مراد ما يصير في خاطره كلك الخير ان شاء الله باذن الله. هذا انت مو جاي منك احنا خوز عن دربك. ايش صاير؟ ذوكم الحاله هالشيبه هذا يطلع لي من وين ما اروح. السلام عليكم. اهلا الاخ امين اخوي. اهلا مرحبا كيف حالك؟ اقول زهران اخوي. اه انا بسير صالح عمي مراد كذاك شويه على الخفيف اشوفك انه زعلان وهذا كبابك ما ابغاه. زين عندنا ضيف تعال. بس ترى انت موجود انت اخر ملا. تفضل لخمين. تفضل اخوي تفضل حياك الله البيت بيت. اهلا اهلا وسهلا لخمين. يا مرحبا وسهلا. تفضل شرفت البيت بيتك. تفضل اخوي زارتنا البركه. زارتنا البركه ما شاء الله ما شاء الله. يا مرحبا وسهلا اهلا وسهلا. ها ايش اخبار الصحه احسن من الاول؟ الحمد لله بخير لخمين. ترى انا وياك اليوم متشوفين في المستشفى العصر. احسنت يا اخوي يا زهران ما تقصر. بس عاد انا يعني حبيت اجي ازورك واطمن على حالك. هذا من طيبك من طيبك الاخ امين. وانت في اي وقت تشرف والبيت بيتك حياك الله. آه، الاهل والاولاد ايش اخبارهم يعني؟ الحمد لله كلهم بخير. آه، كلكم مرتاحين يعني؟ ما نشكي بس. آه، اشوف البيت يعني هدوء وسكون. هذاك حمود حمود ربش دوم يسوي فوضى في البيت والحين راح ينام. و بشكارتكم هين يعني؟ ما عندنا بشكار احنا ما عندنا بشكار. اذا ما هذيك اللي كانت عندكم في المستشفى؟ انت تقصد رايه زوجتي؟ لا زوجتك اعرفها الثانيه اللي معها. انت تقصد خطيبة اخوي رامز. ليش انا ما خبرتك؟ اي صحيح. انا تراني نسيت. هم متزوجين؟ من هو وهي؟ ولد الحلال لك مخطوبين واحنا يعني ما تكلمنا فيهم رسمي كذا يعني. الله 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 يوفقهم. الله يوفق الجميع ان شاء الله. طبعا هذه البنيه اكيد من اهلكم يعني. هي بنت جارنا الحاج مراد. من الحاج مراد هذا؟ الحاج مراد هذا اللي قابلته برا الحين جالس تكلم انت. الحاج مراد هذا ابوها؟ وبعدين وافق بس قال لي لازم استقيل شغله واحده. تبغى الصراحه اخوي زهران كلامه صحيح لان احنا بالحقيقه مسخناها كل يوم شغله. نعم تو انت لا تشيل هم يا رامز. هاي تقصي سمير مبارك علينا. يلا شوف النعمه شوف غذك شوف كيف النعمة زحمة داخل زحمة. احنا بعدنا ما قلنا بوشر والسيب والربع عاد في السيارة. اي والله يا عم. اقول شامس يعني الشغلة هذه ما مقدرها خلاص بنستمر فيها يعني. تو انت خليك من السالفة سير شوفها ايش يبغى سير شوفها. خلها مستعجلين. ايه باقي واحد. ايه باقي نغى واحد. يا الله هذه الناس ما مستعجلة. ايش وراها الناس دي؟ خلها خلها مستعجلة. ابوي قايل انك لحظة ما مستعجل. هذا عاد مستعجلين. ها مالك مستعجل انت مالك مستعجل. اصبر شويه يا اخي مستعجل يا اخي. بس 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 ايه دم واحد انتو احنا نفرن. هو هي مشكلة كيف؟ اللي جاي نفرن واحنا باقيين واحد كيف نسوي؟ ما اعرف ما اخصه. الاخ نعم انزل اخوي انزل انزل. كيف انزل؟ ما احنا ما سايرين بوشر سايرين الوادي الكبير. ها بط 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 هلا بس روح خليه يكون الساعة كاملة وبعدين. ماله؟ ماله سامعني سامعني ماله؟ كب رامز كب.
محمد يا حمود يا حميد يا غالي حبيبي 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 حمود. حمود بدينا عاد قول حالدور المتحضرة على عين إن شاء الله. على الأقل جلسوا شوية في البيت، الدكتور معطيكم إجازة يكون تجلسوا هنا تستريحوا، ما تطلعوا تتمشوا برا. حبيبي حمود قل للدول المتخلفة إن ورانا مصالح برا لازم ننجزها وننهيها. نعم، وبعدين خبرهم إن الهواء أحلى ريحته حلوة نسيم عليل يبرد الفؤاد. يا حمود باي باي يا حمود تشاو. لا 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 السلام عليكم أيها الحاج الطيب. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. نعم مو باغي ولا خبرك. يلا قول يلا قبض دربك وسير شوف شغلك. يلا يلا. أنا باغي شوية دويات يا حاج. يعني خلصني، ما عندي غير سم. كان باغي سم أنا حاضر ومستعد. الله اسمع حلو على لسانك. وبعدين يعني أنا أول مرة أعرف إن دمك خفيف كذا يعني. أنا دمي ثقيل، وإذا ما خصت من قدامي فلعتك بهالوزان على راسك. أنا تعبان، صحتي ما مساعفتني، مريض يا حاج، أرجوك بايعني. مريض؟ مريض؟ أنت بتخوز من قدامي ولا رنيتك بهالمقشاع؟ ألا تدخل بس. قول حاج مالك؟ هذا الولد مأذني، مأذني أذية العالمين. أولاد إيش فيك؟ رجال قل لك تمشي. يا طويل العمر انا مريض، صحتي ما مساعفتني، الناس كلهم دلونا على دكان هذا الحاج الطيب وهو ما راضي بايعني. بايع الحاج بايع خليه يمشي بايعه. علشان هذا الرجال الطيب بس ببايعك، ولا انت ما تستاهل. يلا قول مو باغي خلصني. باغي شويه مقويات، بصراحه ما اعرف ايش اسمهم يعني. شوية المقويات ما أعرف مو فيهم يعني. باغي دويات وما أعرف اسمها. دوك أنا بعطيك دواء غاوي. دوك هذا إيش اسمه؟ هذا سلمكي. هذا مقوي؟ نعم هذا مقوي. لا ويفتح الشهية بعد. احسنت احسنت يا حاج، انا كل يوم باجي اشتري عندك كل يوم. نعم احسنت. تنسى ما اضل لي جايب بي مره ثانيه هني. حاج مراد جايب لك بشاره حلوه تعجبني. يا فادي يا اخوي انت بوحدك حلو علشان كذي تجيب لي اخبار حلوه. ها بشر وافقوا اهل العروسه. بكم؟ 2000 ريال، واذا تقول لي نزل تراني تنق وامشي. بس 2000؟ لا ابوي لا، لا تمشي ولا شيء، انا موافق. امري لله. مبروك. يلا يبا يلا واجيكم فلوسكم يلا حاسبونا. أقول شامس ها هذا كأن زهران جاي المستشفى مو جاي يسوي. يمكن عنده مراجعة مع الدختر. لا 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 هذه ما مراجعة دختر، هذه مراجعة نرس أخوي وأعرفه زين. قوم اشتري نطخة وشوفه. روح وراه. هي نعم قوم نطخة. الله وراه ولا يهمك. وأشوف مو جاي يسوينا. هلا شوفه. Thank you.
نور يا ماريو في اليوم. حميدة زيني وحصلتي، كيف حالك؟ طيبة الحمد لله، إن شاء الله بخير. كيفك أنت زهرة؟ الحمد لله بخير وعافية. إيش اليوم عندك؟ موعد مع الطبيب؟ لا لا لا، أنا بصراحة جيت أسلم عليش أنت. نعم الله يسلمك. وبيني وبين ودي أقول لك كلام كثير، وظاهر المكان ما مناسب، خلينا نروح هناك. انزل يلا. الله يخليك، حي الله حميدة. ايش الكلام اللي عندك؟ ترى مستعجله، ما عندي وقت. انا بصراحه عندي كلام كثير كثير باغي اقول لك اياه، بس ما اعرف يعني، الظاهر انت مشغوله الحين. والله انا صراحه مشغوله كثير. زين، والكلام اللي باغي اقول لك اياه متى اقوله؟ اسمع دهران، اذا كان عندك كلام ما تقوله تعال كلم اهلي. ها؟ كلم اهلي. يا باي يا الله، ويو هاي هو، ويو هاي هو، ويو هاي لا لا لا. هذه جاية نفسية. ايه ابوي، ما جاية دخترية. ايش الريحه اللي طالعه برا البيت؟ اي ريحه؟ ماشي ريحه. ريحه اكل حلو. هذا الله يسلمك، الطباخ اللي جبته ما عنده شغل فاضي، قاعد يسوي لك طبخات حلوه، وانت حضرتك اطلع دور برا. اليوم رحت عند الانسان الطيب عمي مراد ابو زبيده وتصالحنا، ويا سلام خدني بالاحضان. نعم خدني بالاحضان، اما فعلا انه انسان طيب. يا سلام، وانت يعني امين بعدك يعني مصر على هالفكره هذه؟ انا بتقرب الاول، ها، وشويه شويه بفاتح بالموضوع، بتشوف كيف فكرتي بتنجح، بتشوف. زين زين، يلا كل وعطني رايك في الطبخه، ايش رايك؟ لا لا، اول شيء اعطيني ماي. خد اشرب معاي هالدول اللي اعطاني اياها الحاج مراد. ليش عاد؟ علشان الشهيه يا غبي. ايش فيها الشهيه؟ ايش يسوي فيها؟ يا انسان هذا فاتح الشهيه مقوي. شربه شربه بسرعه. بسم الله. يا اخي هذا طعمه ما غريب علي. بيكون تعرفه. هو ما قال لك ايش اسمه؟ الله قال لي وين اسمه؟ سنة 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 مكي. سنة مكي؟ ما شاء الله ما شاء الله يا بنتي، عيني عليش باردة هالأيام، طباخش بدأ يستوي أحسن من أول. الطباخ هو هو، بس يمكن عشان الفلفل زاد اليوم شوية. إيه يا بنتي، أنا المسكين اللي بتنهجر بعد ما تصير بتزوجش، بتم وحيد، بقوم أجلس أكل لوبيا وتونة وخبز يابس. بالعكس يا ابوي، انا باجي بزورك كل يوم وبجيب لك العشاء والغداء ولا والريوق بعد بيكون عندك. هذا الكلام تو تقوليه، لكن لما تصيري بزوجي وترتاحي كل شيء بيتغير. انا اللي ما بتغير عليك. انزين وكان سكنت بعيد، مو هتسوي؟ حتى لو خذ تفاحة. لا لا ما اريد. اصبر عندي شيء. انا اقول يا بنتي يعني انا يعني فكرت المسألة اني يعني بعد ما تروحي بيتكم ان شاء الله اجيب لي حد يعني يعينني ويخدمني ويغسل ملابسي ويطبخ لي. ها يعني ناوي تجيب خدام؟
لا لكن انتي بداتي تقربي من الموضوع. اي موضوع؟ الله يسلمك يا بنتي، انا يعني عسى الله لا يحرمني منك ان شاء الله، عسى الله يطول في عمرك. انا الله يسلمك ما اسوك. قلبي مجروح من قدامي، جل ضحكي على ابوك ما سع وجهك. بنات ما عندك مروع، بنات اخر زمن. ها الاخوة وين باقيين؟ مطار لو سمحت. حاضر ان شاء الله. تعرف يا حمادة؟ احنا غلطنا بقى. ليه يا رمزي؟ احنا المفروض كنا قطعنا حتت حتت. حطينا في كيس نايلون. بس هم كتير، هنقطعهم كلهم ونحطهم في كيس نايلون واحد؟ لا، الباقي هنرميه في البحر. فكرتك عجبتني قوي. طب نعمل ايه دلوقتي؟ دقيقة واحدة يا جماعة. عندي شوية عمل. لحظة واحدة بس. لحظة شيل مكانكم شوي. لحظة فضلكم. أوي مفيش مانع. الحتت فيها. الحتت. مأمونة في البحر. فيها كيس، كيس نايلون قال، كيس مأمون. يعني كبار؟ استبرت. استبرت. يعني عرق. عرق. دقيقة واحدة يا جماعة. عندي شوية شغل في المركز. على ذوقكم. بس لحظة واحدة. لحظة بس لحظة. شيمة. لحقونا شيمة. كانت شيمة. خير إن شاء الله، إيش فيه؟ في جريمة قتل أحبة تستوي. هذا غير اللي مقتولين يا أخوي، غير. شيمة. والله تصدقني يا أخوي، في نخوة نعم إن في نخوة، في واحد قاتل 10 أشخاص، وباقي يتقزب منه شامس ويقطعنا حتى وكيف ذي حتى. يبغى حتتوني. حتتوني يا أخوي. هذا كلهم مخلينهم كيس نايلون صغير تكبرها. كبر. وشي منهم عقوم في البحر. هذاك اللي عقوم في البحر خلاص كلهم السمك ماشي حيله. طيب عرفتوه من المجرمين؟ نعم، وجايبينهم معنا في السيارة بعد. سيارة. تفضل. خلنا نشوفهم. شيل معك تفق ولا شيء يا أخوي، شيل معك تفق. احتياط احتياط واقف. ما في داعي. داعي يلا. تعال. يا رمزي السواء تأخر أوي. إيه ده؟ مش معقول الكلام ده. مش معقول أبدا يا حماد. الحلقة كده مدتها هتطول. وهتاخد أكتر من ساعة. إحنا لازم نقلل شوية من المشاهد. احنا ممكن نلغي مشهد القتل ده خالص ونخليه الحلقه الجايه. لا، مشهد القتل ده ضروري الحلقه دي. ايه ده؟ شايف الجماعه جايين ومعاهم عسكري. هم هذا واحد وهذا واحد. هم رادعينهم، هم المجرمين. يريدوا يقطعوا حتت وين؟ باقي هو هاي رمزي، هو السبب. هو هاي السبب؟ هو هذا مو اسمه؟ هذا حماده باغي تقطعهم حتت ها؟ تو الشرطه ما عليك بيطلعوك دور، ما عليك. حتت الله يقطع عليكم. لحظة يا جماعة، ممكن تفضلوا معنا المركز؟ تفضلوا. نعم يا جماعة، ممكن أعرف إيش الموضوع؟ هذا حمادة هو السبب. ليش تقتلهم ها؟ ما تخاف ربك؟ التالي قتلة يا فندم. الظاهر حصل سوء تفاهم في الموضوع. انا وحماده بنشتغل في التلفزيون وبنكتب قصه بوليسيه. تفضل حضرتك شوف. تفضل. لا صدقهم يا حضره الضابط، هذه حيله يبغوا يطلعوا منها. بس يا حضره الضابط، احنا بالحقيقه ما نقدر. نعم ما قال لك ده من البق. احنا سيارتنا نشيل معانا زيد وعبيد،
لكن مثل هذه الصور ما استوت. خاصة هذا منكم يا ابو شنبذة. هذا هكبر عليك انك تقرم انت. معقولة الكلام ده اللي يقوله؟ ها معقولة كيف معقولة؟ ها معقولة ها معقولة. لا ها معقولة. لحظة. بطاقاتكم شخصية لو سمحت. اتفضل. بطاقة. اتفضل بطاقة. جيب البطاقة. البطاقة. اتفضل. بطاقتكم. ما في بطاقة اسمعت مني. ما عندكم بطاقة؟ طب ما مشكلة عندك ليسن؟ ما في ليسن بعد. وكيف تسوق تاكسي بدون ليسن؟ الله يسلمك انا قدمت تراي ما نجحت، الدراما سقط. ان شاء الله المره الجايه وبجيك وبجيب الليسن ما يهمك. طب اعطيني ملكية السيارة. ما في السياره بعد. ما عندك ملكية؟ السياره اقول لك. روح جيب ملكية. عاد عسى الله يكون سمير مجددينها. انا ما يخصني. كيف ما يخصك؟ زين ما عليك.